انضم إلينا كل من أحمد السيد أحمد العهدي وسيد محمد عليان، انضم إلينا في هذه الجلسة الخاصة لاستعدادات امتحانات البكالوريا. والسؤال يعني الموجه للأستاذ أحمد العهدي، يعني كيف كان سير الدروس هذه السنة، وهل كانت حصص للدعم والتقوية استفاد منها التلاميذ؟ في البداية يشرفني أن أتوجه بخالص الشكر لموقع الداخلة 24، ليس فقط على هذه الحلقة الخاصة بامتحانات البكالوريا، ولكن أيضا للمواكبة المستمرة التي يقوم بها هذا الموقع، لا سيما الأنشطة الخاصة بقطاع التربية والتكوين على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة وادي الدهب القويرة. وأنا أحيي هذه المبادرة، لأن بالفعل كل الأسر ليس فقط في جهة والدهب القويرة بإقليميها وادي الدهب وأوسرد، بل كل أسر على الصعيد الوطني في حاجة إلى مثل هذه اللقاءات، أولا لتوضيح مجموعة من القضايا والأمور، وفي نفس الوقت التركيز على الجانب النفسي بالنسبة للمترشحين سواء الرسميين أو الأحرار. إذن شكرا الأستاذ أحمد العهدي، وانتقل مباشرة إلى الأستاذ محمد عليان حول السؤال، يعني شنو هي الإكراهات التي تواجه عملية الامتحان الخاص، يعني امتحانات بإقليم أوسر؟ شكرا، أنا بدوري جد سعيد للاستضافة في هذا الموقع الإلكتروني المتميز، موقع الداخلة 24، وهنا أشير إلى أنه متميز بالنسبة لنا يعني أسرة التربية والتكوين، لأنه يغطي جميع الأنشطة التي تقوم بها الأكاديمية ومصالحها الإقليمية. إذن السؤال المطروح هو الإكراهات التي تعاني منها نيابة وادي الذهب فيما يتعلق بالامتحانات البكالوريا. ليس هنالك إكراهات يعني فريدة يعني عن الإكراهات التي يعاني منها القطاع عموما على المستوى الجهة، إلا أنه المركز هو مركز هذه تجربته الثانية في البكالوريا، وهو مركز يعني بعيد نسبيا عن مدينة الداخلة حاضرة الجهة، ولا بد من تكون هنالك يعني تبرز إكراهات، بعضها يتعلق بنقل المواضيع، وبعضها يتعلق كذلك ببعض الأمور اللي كانت يلا تعود متوفرة لنا بالنسبة لنا كنيابة، إلا أنها تسير الحمد لله من الأحسن إلى الممتاز، وهي يعني عدم وجود مصلحة قائمة بذاتها في النيابة، هي مصلحة الامتحانات. هذه يرجع إلى كون النيابة هي حديثة، وعدد الأطر الموجودة بها هي عدد يعني الأطر الخاصة الإدارية هي قليلة وقليلة جدا، إلا أنها تقوم بدورها كاملا فيما يتعلق بتدبير عملية الامتحانات. تقريبا هذه هي الإكراهات اللي موجودة نسبيا عندنا. شكرا للأستاذ محمد عليان. ننتقل مباشرة إلى الأستاذ أحمد العهدي، والسؤال أن هذه السنة تعريف نيابة واد الذهب مشاركة عدد كبير من مترشحي الأحرار لم تعرفه من قبل، يعني بنا نعرف السر في ذلك. طبعا فالقانون يكفل أي مترشح أنه يدوز في الأكاديمية والجهة، غير الشرط أنه كيدلي بواحد الشهادة ديال السكنة، وبالتالي هذا حق دستوري لكل شخص. وحتى إلا شفنا الأعداد اللي تزاد بالمقارنة مع الأكاديميات الأخرى، غادي نلقاو بأن عدد اللي هو طفيف جدا ولا يمثل شي نسبة اللي هي كبيرة. طبعا الجهة كتعرف واحد الحركية على مستوى المواسم ديال
الشغل ومجموعة من المواسم اللي كتعرف أنشطة اقتصادية، وهذا يعتبر واحد من العوامل اللي بالفعل كتجعل البعض منهم أنه يكون في الدخل، علما أن البعض قد يقول أن ربما لأن كاين أجواء معينة. نبغي غير نقول إخوان وهذه فرصة، أن السنة الماضية الحالات ديال الغش التي تم ضبطها ووصلت إلى 120، ما يقارب 120، فمعظمها كانت من هذه المترشحين الأحرار، وبالتالي فهناك إجراءات تتخذ في حقهم. وطبعا كتبقى بعض الأمور تتقاسمها جميع الجهات وجميع الأكاديات، فقط بحكم أن العدد اللي ربما هو الأقل عندنا في الأكاديمية كيجعل أن هذه الأمور، أما هو تم التصريح على مستوى مركزي أن بالفعل أعداد ديال المترشحين الأحرار في أعداد متزايدة ومتنامية، وبالتالي فحفاظا على المصداقية ديال البكالوريا وتكافؤ الفرص تتخذ جميع الإجراءات. وأكيد أن الإخوة الذين سبقوني أشاروا إلى ذلك على مستوى كل التدابير المتخذة من أجل تحقيق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص والحفاظ على مصداقية البكالوريا. شكرا أستاذ أحمد العهدي. وسؤال أخير بالنسبة للأستاذ عليا، يعني جهة الذهب وإقليم أوسرد خاصة يعني كتحقق فيها أعلى نسبة للنجاح، يعني ما هو السر في ذلك؟ واش كتوقعوا بأن الجهة ستحتل والإقليم المرتبة الأولى في النجاح هذه السنة، يعني وهل تتوقعون أن تحتل الجهة والإقليم المرتبة الأولى في النجاح هذه السنة؟ شكرا مرة أخرى. هو ما يجب الإشارة إليه هو كون هذه الجهة، جهة واد الذهب الجويرة، دائما في الصدارة فيما يتعلق بالامتحانات الإشهادية، خاصة امتحانات بكالوريا. لأننا نراهن على أمرين خلال هذه السنة، نراهن على تثبيت هذه النسبة أو نزيد إن شاء الله على النسبة اللي حققناها في السنوات الماضية، ولكن نراهن على شيء آخر هو تحقيق يعني جودة التعلمات، أو بمعنى آخر أننا حققنا في الجانب الكمي نسبة كبيرة، والآن نراهن على الجانب النوعي، وهذا يعني يتطلب منا، وهذا بديناه يعني منذ يعني السنوات، هو أننا نعمل في إطار تعاقد مع يعني هنا أقول نحن كجميع مكوناتنا سواء إدارية أو أطر تربوية، في تعاقد مع يعني جمعيات الآباء، وجعل التلميذ يدخل معنا في هذه العملية، كون أننا نحارب عملية ظاهرة الغش في الامتحانات الإشهادية. نأتي إلى النسبة التي حققها قطاع التربية الوطنية على مستوى إقليم أوسرد، كانت نسبة، وكانت هذه بداية انطلاق عملية امتحانات البكالوريا خلال الموسم 2012-2013، كانت نسبة في 100%، وهذه ربما تكون هي سابقة على المستوى الوطني منذ الاستقلال، لأنها الأمر كان يتعلق بكانوا مترشحات كلهن بنات، كنا جادات في عملهن، وكانت عملية تحسيس أعطت أكلها في بداية الموسم. كنا يعني يدرسنا في القسم وفي الشارع وفي البيت، كانت كذلك تم تخصيص جوائز للأمهات اللائي تفوقنا أبناؤهن أو بناتهن في الامتحانات، وخاصة امتحانات البكالوريا. كانت هذه هي ثمرة هذه عملية التعاقد مع كافة مكونات المنظومة، إلا أنه هذه النسبة كانت حققت لنا متاعب كبيرة وكبيرة جدا، حيث أن هذه السنة تضاعفت بعشرات، يعني النسبة اللي كانت عندنا أو العدد اللي كان عندنا تضاعف بالعشرات هذه السنة، وهذا هو الأمر اللي جعل ربما يعني المترشح أو التلميذ بصفة عامة أو ولي أمره يظنون أن امتحانات البكالوريا في أوسرد ستكون يعني سهل، وهذا خاطئ جدا، وإحنا يعني شرحنا هذا الأمر. الأمر يتعلق بتحسيس، بقيام بكذلك الأساتذة على أنهم
قاموا بانتهاء إنهاء البرنامج، وقاموا كذلك بالدعم، وهي مناسبة ننوه بعمل الأساتذة يعني الذين يقومون بعملية الدعم، وهنا يعني دعم كان فريد من نوعه لهؤلاء يعني التلاميذ. هذه الأعداد اللي توافدت علينا ربما نتوقع على النسبة ما غاديش توصل 100% أكيد، ولكن نتمنى وعلنها إن شاء الله نحقق نسبة عالية، وتكون نسبة فيها يعني الجانب المتعلق بالجودة أو الجانب النوعي. إذن إجمالا هذه هي النسبة اللي يعني دواء أسباب اللي جعلنا نحقق هذه النسبة العام الماضي، ونتمنى إن شاء الله أن هذا العام نكون في المستوى جميعا. الأستاذ أحمد العهدي يتعلق يعني كيف كان سير الدروس هذه السنة، وهل كانت حصص للدعم والتقوية استفاد منها التلاميذ؟ بالفعل الحمد لله هذه السنة نظرا أنه على مستوى الثانوي التأهيلي ما كانوش تقطعات في الدراسة، أن تم إنهاء المقررات في الوقت ديالها المناسب، مما أعطى الفرصة أن يدار واحد المجموعة ديال البرامج ديال الأنشطة ديال الدعم التربوي، وهذا غادي يلقاو في جميع المؤسسات. وهذه فرصة أننا نشكر جميع الأساتذة والأستاذات اللي انخرطوا بكل تلقائية وطواعية ومجانا باش أن يستفدوا التلميذات والتلاميذ المعنيين بامتحانات البكالوريا سواء على المستوى الوطني أو الجهوي. وأيضا انخرطوا معنا بعض واحد المجموعة ديال جمعيات المجتمع المدني اللي أصلا كتشتغل في هذا المجال ديال التربية وعندها علاقة سواء مع الأكاديمية أو النيابتين في الذهب أو سرد، وبالتالي كانت برامج وأنشطة اللي هي مهمة جدا. وبالتالي نطمئن هذه السنة بالخصوص إلى قرنا مع السنة الماضية أن الأمور تمت كلها في واحد الجو تربوي اللي هو ملائم وسليم، وانتظر إن شاء الله أن النتائج نفرح بها مع الأسر اللي كتعتني بالفعل بولادتها في المؤسسات التعليمية. ونختتم اللقاء ديالنا مع مديرة الأكاديمية حول السؤال الأخير، يعني صحة بنا نعرفوا صحة الإشاعة التي تقول بأن الحراسة هذه السنة لن تكون بالصرامة التي كانت عليها السنة الماضية، ويمكن تعطينا الرسالة اللي يمكن توجيهها للتلاميذ. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، غير بغيت نبدا بالرساله، هي على ان نبداو بداك المثل الصيني اللي كيقول اعطي علمني كيف اصطاد السمك ولا تعلمني كيف اكله. وهذا المثل كنشوفوا بان الصين استطاعت ان تغزو حتى امريكا في عقر دارها. لماذا؟ لان يعني طبعا العمل بهذا المثل. وهذا كنقولوا علاه لأني بغيت نقول للجميع على أننا لا كأكاديمية، لا كوزارة، لا كأكاديمية، لا كنيابة، لا كآباء، لا كأمهات، لا كمجتمع، لا حتى سلطات ومسؤولين على جميع المستويات، لا يشرفنا بتاتا أن تنظر أو أن ينظر إلى شهادة البكالوريا المحصل عليها في جهة واد الذهب القويرة بنيابتي على أنها يعني بكالوريا يعني تم الحصول عليها بأساليب وبغش وعلى أنها لا ترقى إلى مستوى البكالوريا في مختلف المغرب. وإحنا كان عفوا على أن المغرب كامل كيحافظ وكيدافع على الصورة دياله وعلى القيمة العلمية ديال هذا البكالوريا، إذا لا يشرفنا. ولذلك سنتخذ، احنا ما لم نخترع اي شيء من عندنا، احنا عندنا دفتر مساطر وعندنا قوانين اللي كتطبق في المغرب كامل، وطبعا نحن جزء لا يتجزا من المغرب. واذا ما كنا احسن من جهات اخرى لماذا؟ لان عندنا ظروف يعني احسن من يعني ما عندناش الحمد لله الاكتظاظ الخاص في الاساتذه ما يكونش بنفس الحجم اللي كيكون في الجهات الاخرى، المؤسسات الحمد لله عندنا كاع اللي مقفوله باقي ما احتجناش ليها، عندنا الاساتذه الحمد لله اكفاء، عندنا عندنا طبعا النواب اللي سهروا يعني جميع الاطر التربويه والاداريه وجميع الناس يعني في المستوى.
ضف إليها حتى مؤهلات ولا حتى أشياء طبيعية. الناس اللي مثلا في المدن الكبرى تعاني من التلوث، والتلوث كان عفوا على أنه كأثر على الصحة. إحنا الحمد لله عندنا الجو سليم، وعندنا السماء صافية، وعندنا الحمد لله يعني كل المؤهلات عندنا. إذا إحنا خصنا نكونوا إلى ما كنا أحسن، ما خصناش نكونوا أدنى. إذا لذلك إحنا كنقولوا على أن أنا كنقول للأباء والأمهات، وإحنا كل شيء مسؤولين، وحتى طبعا الأساتذة وكل شيء، ولكن بصفة خاصة الأسرة، راه التهيئ للبكالوريا راه ماشي دابا، ماشي حتى يبغوا يزوزوا تلك البكالوريا عاد كنقولوا نشوفوا نهتموا بالبكالوريا، لا من حيث التلميذ ولا من حيث الأسرة. والبكالوريا ملي ماشي كنهتموا بها الا في السنه النهائيه، السنه الثانيه ديال البكالوريا، راه هذاك التلميذ هذاك الطفل راه نبته، راه شجره، راه يعني كيخصك من النهار اللي خلق، ومن في التعليم الاولي، التعليم الابتدائي، التعليم الاعدادي، التعليم الثانوي، كل خطره كتزيد له الماء وكتزيد له الاسمده حتى منين ان شاء الله يكبر كتلقى على انه شجره مثمره. إذا لذلك احنا كنقولوا على أن تهيئ الامتحانات خاصة تكون بكري. ومثلا إلى جينا غير هذه الأيام ديال الامتحانات، راه كيف قلنا درنا اللقاء مع الأخت الخبيرة في التغذية والأخ عبد الرحيم العطري، راه مثلا الأسرة دريك خاصة تهتم على الأقل إلى خاصة تهتم بعدها غير التغذية ديال التلاميذ وبعض يعني بعض المواد ديال التغذية اللي غتساعدهم على التركيز، خاصة تهتم كما قال الأستاذ، خاصة تهتم بالنوم ديالهم، خاصة تراقب الجدول الزمنية ديال المراجعة، خاصة تدعمهم نفسانيا، ماشي يعني يعني تكون بجنبه وهو كيقرا وهو كيدرس وهو كيراجع، ماشي. لان علاش انا نفسر للناس اشياء ما هم عارفينها، راه لا حول لنا كمديره ولا كنائب ولا كاستاذ في شي حاجه عندها علاقه بالنتيجه، لان الوزاره متخذه جميع من الاجراءات اللي كتحصن النتيجه وكتحصن النقطه ديال التلميذ. نبدا نعطي مثلا تلميذ كاين في المؤسسه وضبط في حاله غش، راه هذيك الحاله ديال الغش حنا راه ما كتدرش عندنا، راه كتدخل في الغلاف في الجوا وكتعطى الرئيس المركز وكيسمع عليها المراقبين وكل شيء، وكتجي الخليه ديال الاعتكاف. هذيك الخليه ديال الاعتكاف يعني ما عندها حتى شي علاقه حتى بشي واحد الا يعني كمديره اكاديميه الا خصهم شي حاجه. ديك القاعه فاش كيكون المسك والله ما كنشوفها ولا كندخلها، وفيها واحد مسؤول هو اللي عنده ذاك القن، هو اللي عنده ذاك الكلمه السريه ديال الدخول. اذا الا جا مثلا في حاله غش راه كيدخل ما معروفش علاش، لان مخصص ما عرفوا بان الاوراق ديال التحرير ملي كيجوا اول شيء كيندار كينقطع ذاك الراس اللي فيه الاسم وكيتبدل بواحد الرقم سري، راه ما نعرفوا حتى الا كان ولدي ما كنعرفين هي الورقه ديالو. إذا لذلك يعني احنا ما كيبقى عندنا حتى شي دخل، يعني معنى ذلك على أن نبغوهم يعاونوا التركة ويقولوا لهم يحاولوا كما قال الاستفاضيلي ما يحصلوش في حالات اللي ما قدروش نفكوا منها، وحنا اللي كنخدموا وكنعملوا كاملين لصالح دوك الناس اللي خدموا وقراوا وتعذبوا، دوك اللي ما خدموا لا قراوا يعني ما غاديش نرفدوا لهم احنا همهم أكثر منهم، ولكن اللي رافدين همهم أكثر هو الناس اللي عندهم حقوق وخاصهم يزوزوا الامتحانات في أحسن الظروف، راه ما كنعرفوش التلاميذ كيكون رقم سري لا في الغش لا في التصحيح لا حتى الإعلان، ليلة الإعلان على النتائج يعني يدخل المسك يعني يتمسكوا النقط برقم سري عاد يكشف بعد ذلك ذاك الرقم السري، يا كان تفاجئوا هذا عنده كذا وهذا عنده كذا سابق ذاك راه ما كنعرفوها، معنى ذلك لا يمكن ان نتدخل في اي مرحله من مراحل الامتحان، ومن جد وجد ومن زرع حصد، ونتمناو الدراري اللي تعذبوا تكون عندهم نتيجه في مستوى الاعداد ديالهم. وشكرا. شكرا للاساتذه الكرام. مديره الاكاديميه الجيده لبيك، مديره اكاديميه جهه وده بالبويره، والسيد مولاي ادريس فاضلي رئيس المركز الجهوي للامتحانات والاشراف على مؤسسات التعليم الاولي والتعليم المدرسي الخصوصي بالاكاديميه، والسيد محمد القصابي الكاتب العام لفيدرال جمعيه امهات واباء اولياء التلاميذ بالجهه، والاستاذ يوسف باري مدرس وحاصل على دبلوم البرمجه اللغويه العصبيه، وكذلك كل من النائبين الاقليميين محمد عليان أهبابا نائب إقليمي بأوسرد، والسيد أحمد العهدي النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بوداب. شكرا على تلبية الدعوة، وشكرا جزيلا مرة أخرى.